متابعينا الكرام عشاق الأصالة في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. تواصلنا مستمر، انتهت الجولة الأولى وتبدأ الجولة الثانية بانطلاقات الذلل الأصايل بشعارات أبناء القبائل. خامس أشواطي صباحي هذا اليوم، أعطت إشارة البدي له بالانطلاق، يحمل الحول الأصايل المحليات في ميدان المرموم وعبر شاشة دبي ريسنج مباشرة إلى الواعية اللي تتصدر قائمة الشوط. بعد الانطلاق مسري بن سالم بالعرض الحميري يقدم الواعية، بينما هملول وسعيد بن سلطان بن محمد الملعاي الكتبي كذلك من يقدم هملولة. ثالث المراكز تواجدت مشاهدي الأعزاء نيران في المركز الثالث، وياتي سلطان بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم لنا نيران في هذه الانطلاقات. وهناك المركز الرابع، رابع المراكز، هذا شعار بالذويب وهذه العنود، نعم هذه العنود، سهيل بن محمد بالذويب العامري اللي يقدم العنود على المركز الرابع. أما المركز الخامس فتواجدت فيه فتنة، فتنة محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي يقدم فتنة في المركز الخامس. المركز السادس، سادس المراكز، وهذه حرير، حرير وحمد بن محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي يقدم حرير على المركز السادس. المركز السابع، أشوف المركز السابع، هذه منحاف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي وكذلك سمحة. في المركز الثامن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. أما المركز التاسع هذه راهية الشاعر سعيد بن مصلح الأحبابي. والمركز العاشر الظبي خلفان بن سيف بن سالم النايلي. هذه العشر المراكز الأولى، هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في شوطنا الخامس في أول نداء وأول إذاعة. الأصايل الذلل اللي صالت وجالت، اللي قدمت الكثير من الإنجازات، اللي انطلقت في هذه التحديات، اللي انطلقت في فترتها العمرية، اللي أتت في هذا الموسم في بدايته بالانطلاق الجميل. الواعية، الواعية مسري بن سالم بالعرطي بو حمد مع الخبرة مع الإنجازات مع التحديات الجميلة ومع الواعية في هذا الانطلاق في قيادة هذا الشوط. الواعية مسري بن سالم بالعرطي تقود الذلل الأصايل وتتقدمهن، بينما المنافسات والمشاركات هملولة. من الجانب الآخر سعيد بن سلطان الملعاي يتقدم على المركز الثاني، وبالرشيد عاشق السلال الشاهينية أبو مانع كذلك يقدم نيران سلطان بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. بينما أشوف الدخول اللي تدخلت في حرير، هذه حرير، هذه حرير، حمد بن محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي يقدم حرير. وديروا بالكم من العنود تبالها متابعة ومراقبة. شعار نجلة بالذويب أحد المشاركين، أحد الحريصين على منافساتي وتحديات وإنجاز المركز الأول دائما وأبدا، يتقدم ويقدم العنود، يقدم العنود سهيل بن محمد بالذويب العامري. هذه الكوكبة الخمس المراكز الأولى، نشوف المركز السادس، وهذه فتنة، هذه فتنة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان في المركز السادس. المركز السابع وين مسافه بيننا وبين بقية المراكز؟ نشوف يا أبو سلطان هناك المركز السابع لأحمد بن مطر بن مايد الخيالي من تاتي في المركز السابع اللي هي سمحة اللي هي سبحوا من حاف. المركز الثامن أيضا الفيلسوف يقدم مشاركاته، شوف الدخول، هذه تدخلت من حاف على المركز التاسع. والظبي أيضا من الجانب الثاني مشاهدي الأعزاء، خلفان بن سيف النايلي يتقدم، والشاعر بن مصلح في المركز العاشر مع راهية، مع راهية. خلاص يا العشر، خلاص باي باي، بنروح هناك مع تحديات هذا الشوط، مع
انطلاقة هذا الشوط في هذه الأجواء. شوف الحرير الناعم، شوف الحرير، شوف حرير التي تنطلق بالمركز الأول. حرير غيرت وبدلت على المركز الأول، قادت الشوط ومساره. حمد بن محمد بن حمد بن مصلح الحبابي يتقدم على المركز الأول، يتقدم مع حرير، يتقدم مع حرير. المركز الثاني هذه نيران سلطان بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، والمركز الثالث الواعية لا زالت في التنافس. الواعية، الواعية مسري بن سالم بالعرطي، والعنود يا بالذويب، العنود السيل بن محمد بالذويب. هذه الأسماء، هذه التحديات. نروح مع الكيلو الأخير، غادرنا الكيلو الأخير، وحرير انطلقت بالمركز الأول. حرير انطلقت بالمركز الأول وعصاليها في البطان. مغروس مغروس مغروس، وهي تقدم الأداء الجميل، تقدم الأداء الرائع. تحركت الواعية، مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وحرير لا زالت. حمد بن محمد بن حمد بن مصرح الحبابي وبالرشيد على المركز الثالث. ثلاثية خلاص، ثلاثية المراكز الأولى. حرير 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 على المركز الأول. بن مصلح بن مصلح، حمد بن محمد. الواعية بدأت تتحرك، الواعية بدأت تنطلق. مسري بن سالم بالعرطي، يا هل ترى وين السلام المرموم؟ ولا شوف الواعية، الواعية، الواعية أبو حمد مسري. الخبرة لها دور، الخبير أبو حمد، الخبير مسري، الخبير مسري اللي يقدم الواعية، الواعية الواعية. وسلالة مزعل، سلالة مزعل في هذه الانطلاقات تندفع بإنجازاتها. سلام من المرموم إلى المرموم، من المرموم الميدان، ومن المرموم المنطقة إلى أهل المرموم. تحية واحترام، سلام وتحية لأبو حمد مسري بن سالم بالعرطي الواعية. وسلام يا مزعل على هذه، على فوز الواعي وعلى أداها الجميل. بن دليوي في الأمتار الأخيرة قدم مرحبا سعيد بن سهيل بن دليوي، والمركز الثالث، المركز الثالث من وصلت في فتنة محمد بن سلطان بن مرخان. المركز الرابع وصلت في نيران سلطان بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، والمركز الخامس وصلت في حرير لحمد بن محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي. هكذا كانت النتيجة. نعود إلى الواعية، ومسري بن سالم بالعرطي الحميري من قدم الواعية وأداها الجميل. 8:07 بالوفاء والتمام. تهانينا لمسري بن سالم بالعرطي على فوز الواعية، وسلام الهالي المرموم صباحي وجميل في الأمتار الأخيرة. أتتنا كذلك مرحبا بن دليوي، مع بن دليوي 8:08 وجزء واحد من الثانية. تهانينا سعيد بن سهيل بن دليوي على هذا الفوز بالمركز الثاني، بينما المركز الثالث بعد توقيت زمني بنشوف 8:08 كذلك. هذه فتنة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان. لكتبي تهانينا للجميع.